تذكرون طبعا الموقف من تهديد زعيم ميليشيا جيش المختار وثق البطاط لي علي المالكي الضابط في الشرطة الداخلية لأنه ألقى القبض على معمم إيراني قام بتهريب مادة الزئبق. طبعا حدثت هذه الضجة وقام أو خرج واثق البطاط بمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد هذا الضابط بالقتل وبأن يقومون بخلع عينه من رأسه وجعل رأسه كمنفضة للسجائر وغيرها من هذه التهديدات الكثيرة طبعا التي خرجت، وحتى هذه اللحظة لم يحاسب ويعاقب. بل ما الذي حدث لهذا المعمم الإيراني الذي ألقي القبض عليه؟ اعتذر له رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عبد الجبار الساعدي، اعتذر من المعمم الإيراني كاظم آل جمال الدين الذي تم اعتقاله بتهمة شراء الزئبق في منفذ الشلامجة، طبعا بيع تهريب الزئبق بعد أن أطلق سراحه. رئيس اللجنة الأمنية وصف التهمة الموجهة للمعمم بالكيدية وتوعد بالقصاص من الضابط علي المالكي الذي نفذ عملية الاعتقال. دعونا نشاهد الصور التي جاءت على هذا الموضوع للمعمم الإيراني مع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة البصرة. هذه صورة أخرى، ولدينا أيضا هذه كذلك صورة ثالثة لهذا الاعتذار الرسمي الحكومي، لأنه اعتدي على معمم إيراني. وصف واثق البطاط وصف هذه العمامة بأنها عمامة الرسول، كيف يعتدى عليها؟